سمعوا عاد، ايش فيك غرقان انت؟ سمعوني عدل، فلوسكم بتم عندي عشان لا تفسفسونها وتلعبون فيها، حرام. انا اقول اخوي كل واحد ياخذ سهمه وهو المسؤول عن فلوسه. يا اخي انا بفلوسي. ايه ابي فلوسي. شنو واشك طاوهو عدل؟ انا اقول بينت على حقيقتك. ايه الريال عمي وعم عيالي، اذلك انت مخطط حق العشاء. حرام عليك تلعب حلال هاليتيمة المسكينة. الله نقتل العبو. حرام حرام عليك. بعدين فلوسها اذا خذيتهم ايش تبي تسوي فيها؟ انا اقول لك يبي يشتغل تأجير الشاليهات. ليش ما قلت لي؟ اي باشتغل في الشاليهات، وكنت بقول لك انت بس ما خليت لي مجال عشان اقول لك. عالصج يا فنطاس، يقولون تأجير الشاليهات تطلع وايد فلوس. اي صح، منصور قال لي حتى رفيجاتي. لا اقول منصور هلا حبيبي الغالي يا قلبي، انت حبيبي اقول يعني هذه تجارة مربحة هذه؟ لا عارف ان تكسب وتسوي فلوس. انا الحين بديت بروحي اشتغل على المشروع، يعني بادي فيه صح. موفق ان شاء الله موفق، بس ما راح تصير بروحك اكيد وياك احد. ليش منو بيصير وياي؟ يا ايش دعوه نسيب، انا راح اصير شريكك.